السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستكمل بروجرس ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم في ايه بالظبط قبل ما نقفل؟ حد كان مركز؟ نعم، كان عندي دكتور سؤال. هو عفوا، الفكرة انه انت لما في تي تيتشر مثلا تو كوليج ديجري، هاي الميثود من وين اخذها؟ من البيرسونال، مضبوط؟ لا لا، كوليج ديجري دي اخذها من كوليج ديجري بتاعته هو. كوليج ديجري بتاعته هو. بس انا مش شايف الكود كويس، اخذه من عنده. الفول نيم هو اخذها. الجيت فول نيم، الجيت فول نيم هو مستدعيها؟ مستدعيها من البيرسون، مضبوط، او وارثها من البيرسون، مضبوط. نعم. هسه الان طيب مثلا في حاله انه الجيت فوق الجيت هاي بخدها على طول، بس التيتشر ما بيعمل كول للجيت فول نيم. التيتشر بيقدر يعمل كول جيت الفول نيم؟ لا، الان انت اللي في الكود حاطها، انا مش شايفها، مش حاط. طب هيو، الجيت فول نيم هيو. طب الجيت فول نيم انت هنا في التيتشر تي 2 انت استدعيت الجيت فول نيم، الاصل دكتور انه يأخذ تبع البيرسونال، مضبوط؟ ده اللي حصل. بس مش هنا بيعطي ايرور؟ بيعطي ايرور، بس هو كده كده في الحالتين هو الفول نيم مش موجوده جوه التيتشر في الاصل. هي في الحالتين هي جايه من البيرسون، ما فيش فيها اختلاف، لان هي اصلا مش متواجده من اصله في في البناء. التيتشر، مضبوط، باخذ من البيرسونال. حلو. طب الايرور حصل ليه؟ الايرور حصل بسبب الايه؟ الاتريبيوتس، مش بسبب الفانكشن. لانه ما فهمت عليك. طب هيك اصلا الميثود لازم، اصلا ما دام هيك الميثود بحاجه الى باراميتر، سي الفول نيم واللاست نيم. هي مش باراميترز، بس هي اتريبيوتس مبنيه جوه الكلاس، وبالتالي لما جينا اتكلمنا في التيتشر، التيتشر هنا عمل اوفر رايد للكونستراكتور، فبالتالي نعم الكونستراكتور بتاع البريسون ما رنش، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها اف نيم ولا ال نيم، ولا صحيح. في له الديفولت فاليو دي. وبالتالي لما جينا نستدعي من جوه التيتشر، جيت الفول نيم اشتغلت، بس لما جت عند السيلف ودول اف نيم السيلف يعني الاوبجكت اللي هو بتاع الكلاس، فقال لك ما فيش اصلا اف نيم ولا في ال نيم، فهو ضرب في التنفيذ داخليا، ضرب بسبب نعم. التنفيذ داخليا، لان هو ما رنش الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع البيرسون. البيرسونال، صحيح. وصلت دي؟ وصلت. طيب في بعض الاحيان، ببقى عاوز اعمل اوفر رايد لنفس الميثود، يعني لو في ميثود عندي مثلا في البيرسون موجوده وكل حاجه، وانا عايز اعمل اوفر رايد للميثود دي، مش بس يكون الكونستراكتور، ممكن اعمل اوفر رايد لاي ميثود، لاي حاجه، تمام، اي ميثود مش مشكله. هيحصل عندي نفس الفكره بالظبط، بس اللي بيحصل بيعمل اوفر رايد تماما لكل الميثود اللي كانت موجوده عند مين؟ عند البيرسون. يعني على سبيل المثال، وسيبنا المثال ده كده عشان تبقوا فاكرين ان هي اللقطه دي مهمه جدا. هاخد مثال اخر. وجاي قايل ايه؟ احنا هنا في فانكشن اسمها جيت فول نيم عادي، وجيت قلت لها قايل لا، انا هغير الجيت فول نيم اللي موجوده عند ال جيت فول نيم. كده ايه اللي حصل؟ انا عملت جيت فول نيم جديده. هتريترن ايه جيت فول نيم؟ اي حاجه، ماشي؟ مثلا وليكن نو تيتشر نيم، ماشي؟ طبعا الفكره في ان انا بوضح فكره الفانكشنز بتشتغل زي مع بعض، مش فكره ان انا بعمل مثال متكامل يعني. فبقى في عندي جيت فول نيم هو البيرسون، وعندي جيت فول نيم جوه مين؟ تيتشر. جوه التيتشر. فلما اجي هنا دلوقتي، اما اجي جوه التيتشر واقول له جيت فول نيم، ايه اللي هيحصل؟ هياخد تبع التيتشر. تمام؟ هيشغل بتاعه التيتشر ولا هيشغل الثانيه ولا هيشغل الاثنين؟ ولا دي تعتبر عملت اوفر رايد؟ خلاص؟
يعني عدد صياغه الفوجيت فول نيم. لو جيت عملت سويت بخمسه هلاقي ايه؟ هو التيتشر الجندر ده احنا شلناه صح؟ عشان جبنا بعض بس لكن احنا مش عايزينه احنا شلناه اصلا. ايه اللي حصل؟ قال لي نو تيتشر نيم. يعني هو اولا الميثود غطت على الميثود بتاعت البيز. عملت اوفررايدنج ميثود. عملت اوفررايدنج ايه؟ اوفررايدنج ميثود يعني اخذت الميثود الايه؟ الاخرى. ماشي؟ طيب. وبقى التنفيذ دايما هو تنفيذ الايه؟ الابن مش تنفيذ الاب. لكن جيت فول نيم بتاعت البيرسون مالهاش دعوه. جيت فول نيم بتاعت البيرسون بتاعت رامي ابراهيم مالهاش دعوه. لان دي ما حصلهاش اوفررايدنج، هي موجوده لسه ما زالت في البيرسون. لكن جوه التيتشر خلاص بقى هي في جود فول نيم اللي هي بتاعت التيتشر مش بتاعت البيرسون. وبالتالي هي بتطبع اللي موجود جوه التيتشر ما بتطبعش اللي موجود جوه البيرسون. وصلت؟ ده طبيعي. يعني انا بمزاجي يا دكتور بعمل الاوفر رايدنج ده او ما اعملوش. يعني أيوة. ممكن كلاس اعمله كلاس ما اعملوش في نفس البيرسون. ايوه طبعا انا بيرنت يعني. محتاج ان انا اعمله وممكن اكون مش محتاج ان انا اعمله. في نفس البيرنت مش كده؟ يعني في نفس البيرنت؟ يعني نفس الكونستراكتور اللي هو بتاع البيرسون انا هعمل كلاس تاني التيتشر والستودنت، والتيتشر هعمل له اوفر رايدنج مثلا جيت فول نيم زي ما حضرتك عامل، الستودنت مش هعمل له اوفر رايد، وهما الاثنين واخدين من البيرسون. فاهمني حضرتك؟ مظبوط. ينفع ده؟ يعني على حسب احتياجي. انا محتاج ايه بشتغل بالادوات اللي موجوده. فممكن اعمل دي ممكن ما اعملهاش. وصلت؟ تمام. بس انا بعمل كل الحاجات عشان انا يعني افتش معاك وانكش في ايه اللي بيحصل لما لما بتعمل كده. ما الدنيا بتخش ببعضها يا دكتور بقى مره واحده. الدنيا بتخش بقى كده مره على بعضها. الله يعني بالسمع كويس. الدنيا بتدخل مع بعضها في لحظه كده تلاقي الدنيا دخلت في بعضها يعني. ماشي مش مشكله. عيد تاني. طب قول هلا بمثال اخر مش عارف ايه عشان عشان تاخدوا بالكم من الفروق بس. ولما تسمعوا الفيديو تاني بتلاقوا بقى الدنيا بتوضح اكتر. لان زي ما قلت لكم مفيش كود جديد اصلا. ده كل الفكره بنغير شويه حاجات. مش كود جديد. مفيش اي يعني مفيش مثلا جمله جديده ستيتمنت جديده. جملة اللوب، جملة الاف، جملة مفيش حاجة، احنا بنشتغل على نفس اللي موجود، فاهمني؟ بس عاملين نغير في العلاقات اللي بين في الوراثة، فكل شوية بتدينا معلومة جديدة، لكن هي نفس الكتابة. فهمتوني أقصد إيه؟ نعم. فبالتالي كلها معتمدة على ده. فمحتاج تبقى فاهم إيه اللي بيحصل بس. أيوة شكرا. طيب. ساعات بعمل أوفر رايد. وبعد ما اعمل اوفر رايد انا محتاج برضو البيرنت ذات نفسه، يعني محتاج تنفيذ البيرنت. يعني مثلا يعني سي هديك مثال ثاني اخر. هعمل فكره مختلفه مثلا وركر. وركر ده اي حد شغال. ماشي؟ جيت عند الوركر الجميل ده العامل ده جيت هنا قلت بس انا هحط حاجه اسمها سالري. ظبطته مبدئيا على فاضي واجبرت اللي يكلمه لازم يبعت السيلف دوت سالري. ماشي؟ خلينا ناخد كده يعني يبعته بارامترز وناخد نحطه جوه القيمة على طول مباشرة. طيب وجيت قمت عامل ايه؟ اني ون سالري والانوال سالري اللي هو المرتب السنوي. كل اللي هيعمله اللي هو يقول لي سيلف دوت سالري ضرب 12. كان مش كده؟ نعم مش كده. وجيت قمت عامل كلاس ثاني اسمه ريبريزنتيتيف اللي هو مندوب المبيعات او خلي اسم اسهل سيلز مان. ماشي؟ راجل البيع. وده يورث من مين؟ قلت له ده يورث من الورك. معايا؟ هتعمل له الانستراكتور. قلت له هو كونستراكتور مش عايزين دلوقتي، مش عايزين نشتغل على كونستراكتور خالص. انا عايز حاجه ثانيه. عايز اعمل ديف او خلينا في الكونستراكتور. عايز اعمل حاجه مهمه معلش.
لازم حاجه ممكن نضيفها في الكونستراكتور مفيده. اعمل في الكونستراكتور حاجه مفيده اسمها اللي هي اي سيستم بيبقى ليه عموله كوميشن بيبقى ليه ايه كوميشن. فانا عايز اشتغل على الكوميشن دي وممكن برضو اخليه هو بيشتغل على الوركر لازم يبعث لي السالري هو ما بيبعث لي الكوميشن. وبالتالي هعرف نسل دوت سالري بتساوي السالري ونسل دوت كوميشن بتساوي الايه؟ الكوميشن. حلو الكلام؟ كويس. الفانكشنز بقى الوضع مختلف. انا عندي فانكشن فوق اسمها انوال سالري بس انا عايز انوال سالري ثانيه ما تنفعش نفس الانوال سالري اللي فوق. يعني ايه؟ يعني الانوال سالري بتاعت الراجل ده لازم تحسب الكوميشن. لو حسبتها بس السالري في 12 يبقى الراجل ده خسران. صح ولا ايه؟ في نسبه مبيعات. في نسبه مبيعات بياخدها. ولذلك هتيجي تريتيرن فانا عايز اعمل هنا بقى هدي كيس ستادي واضحه وصريحه وواقعيه وعمليه لازم اعمل ايه؟ اوفر رايدنج والا هيبقى المعنى غلط. الناس بتسال يعني هنا انا مضطر وعاوز اعمل اوفر رايدنج انا اللي عاوز اجباري. ده مثال واضح جدا وصريح. ليه؟ لان لمجرد المرتب في 12 ما ينفعنيش. مرتب 12 ما ينفعنيش. لا ده انا عاوز المرتب صح؟ مضروب في الكوميشن لو الكوميشن على المرتب يعني لان طبعا في ناس بتحط الكوميشن على المبيعات والكوميشن على مش عارف ايه انا حاطط الكوميشن على المرتب. ممكن ازود حاجه اسمها كوميشن على المبيعات على حجم المبيعات يعني فاهمني؟ مش على المرتب هو المفروض يبقى على حجم المبيعات. المفروض يعني على حجم المبيعات ده الاصل. ممكن نزودها يعني ايه المشكله؟ كوميشن ونعمل السيلز فاليو نزودها السيلز فاليو هي قيمه المبيعات طبعا دي قيمه المبيعات السنويه ولا الشهريه؟ برضه هتبقى قصه ثانيه بس انا مش عايز ازود في القصه خلينا نفترض ان دي قصه ان المبيعات السنويه يعني. المهم انوال سالري هتبقى بقى ساعتها السيلز فاليو اللي هي قيمه المبيعات مضروبه في الكوميشن. دي تجيب لي قيمه الايه؟ الكوميشن السنويه على اساس ان ده القيمه السنويه اللي انت واخد بالك من القضيه دي. لما بقى هضطر اخد منه ال 12 قيمه مبيعات في كل شهر واشتغل عليهم كوميشن كل واحده وارجع بس طبعا هتطول معانا ودي عباره عن على الليست عاديه فاحنا مش عايزين نرجع للليست فخلاص ماشي. وزائد الايه؟ الكوميشن كده اتحسبت زائد ان احنا نحط السيلف ايه؟ دوت سالري مضروب في كام؟ 12 يعني دي لوحديها هتجيب لي المرتب السنوي وازود عليه ايه؟ المبيعات في الكوميشن تجيب لي الايه؟ تجيب لي الكوميشن اللي عملته في السنه. طيب ده اوفر رايدنج واضح صريح. اوفر رايدنج واضح صريح. لو انا جيت السؤال يا دكتور معلش استحملني في الاسئله بس عادي بالعكس هو ده اصلا الموضوع بتاعنا ان الناس تستفسر عن اللي بيحصل لان هو اللي بيحصل زي ما قلت لكم عباره عن تشغيل بس للتقليب للكود اللي احنا متعلمينه مفيش جديد بس ده اللي شغال لسه عشان تفهم. ماشي يا دكتور هو انا عايزه اثبت بس فكره الاوفر رايدنج اللي حضرتك دلوقتي عامل فوق عند الوركر سيلف دوت سالري يساوي سالري تحت نفس الحكايه بس زودت عليها بقى سيلف دوت كوم يساوي كوميشن يعني. طيب حضرتك الزيادات بقى دي هي دي بقى الاوفر رايدنج تفرق عن الكلاس اللي ما فيهوش الاوفر رايدنج يعني انا عايزه افرق الفرق اي زياده بتعملها او اي عمليه حسابيه بتتعمل زياده هي دي الاوفر رايدنج على الكلاس زياده مش زياده نعم؟ ليه حطيت كلمه زياده؟ اي عمليه حسابيه يعني هو انا بفرقه عن يعني انا حظك ان الجزئيه دي شغاله زي الجزئيه لكن كان ممكن المعادله كلها هنا تبقى مختلفه تماما عن اللي فوق. ما هو انا عايز اعرف ايه الفرق بقى يعني امتى بعرف بعمل الاوفر رايدنج يعني ايه الفرق بين ده وبين عندي نفس الميثود نفس
اسود اللي موجوده في البيز عايز اعملها هي موجوده في الدريفت، بس الكود مختلف. ايوه انا بسأل في الاختلاف ده اهو. فدي اسمها اوفر رايد، انا عايز اغير اللي موجود في البيز، هو اللي موجود في البيز بس للاسف انا محتاج ان انا اغير ده. هو ده اللي انا بقول لحضرتك، الحته الزياده اللي هو ده بقى الاوفر رايد. ما هو ده الزياده. حضرتك معناه ان في حاجه اساسيه وبزود عليها. تمام؟ انا بقول ايه؟ مش زياده، لا ده اختلاف كلي. ممكن يكون اختلاف كلي، انا عايز اغير. سميتها غير، ازود. لان لو قلت ازود بس هيجي واحد يقول لي غير. طب هنا انت ما زودتش. انت هنا غيرت خالص. ايوه هي خلي كلمه تغيير احسن. ايوه تمام، يبقى هو ده الاوفر ريد. الاوفر ان انا باجي في الابن عايز اغير الاسلوب اللي كان شغال في الابن. تمام. ايا كان بقى الاسلوب، باخد منه جزء ما باخدش منه جزء، مش عارف ايه، مش قضيتي. وبالتالي تبدا تظهر معايا ايه؟ اللي هي الاوفر رايد. طيب. كده ده اوفر رايدنج اول زي ما قلنا. لو جيت طبعا اجرب، لو جيت عملت W1 خليتهم الوركر، طبعا الوركر هنا لازم ياخد السالري، فقلت له مثلا 12000. تمام؟ وجيت قلت له يعني انا عايزك تطبع لي انيوال سالري يساوي الوركر انيوال سالري بيساوي، ومتخيلته يطبع لي انيوال سالري وجيت معرف سيلز مان وخليت مرتبه 12000 برضه، بس ابعت له كوميشن مثلا وليكن خلي 10 كوميشن تبقى واضحه معانا، وقيمه مبيعاته مثلا تعال نقول 100000 خلال السنة طبعا. وجيت ناديت على الانوال سالري وجيت رنيت انوال سالري مودفايد في سطر كام ده؟ سطر كام؟ برنت وركر انوال سالري بس كده سطر 17 مع برنت بس. اسف احنا ما عملناش اسم الاوبجكت w1.annualsalary، وهنا ده مش هيبقى داخل، مش هيبقى اسمه w1، ده هيبقى اسمه s1 صح؟ كله s1.annualsalary ماشي؟ عشان طبعا دي غلطه يعني. ماشي. قال لي كوميشن از نوت ديفايند. كوميشن فين؟ كوميشن في السطر ده عشان قلت السيلف دوت كوميشن نسيتها دي. يعني كانت سيلف دوت سيلز فاليو، سيلف دوت سالري، المفروض برضه سيلف دوت ايه؟ دوت كوميشن. اوكي. قال لي الراجل ده هياخد اربعه كام؟ 144000. بس الغلطات لفت نظر برضه يا دكتور عشان ما تتاخدش على طول كده وما ناخدش بالنا منها. لا يعني نعم؟ ما سمعتش كويس. بقول لحضرتك يعني الاخطاء ديت بتبقى لفت نظر للواحد عشان ما تتاخدش كده على طول يعني. لفت نظر الواحد بس مش عارف يعني ما تتاخدش كده على طول. يعني ما يعني حضرتك لما بتكتبها على طول خلاص العين بتتعود عليها، لكن لما بنيجي نكتب الكود ممكن ننسى حاجه. يعني الكتابه غير ان انا اشوف يعني. طبيعي التطبيق غير التنظير يعني. يعني بتطبق كل حاجه انت بتقولها. فوارد تنسى حاجه بتاع مش عارف ايه وكده كده البرنامج معاك وبتصلح مفيش مشكله خالص. غير التنظير طبعا ان انا اجيب مثلا باور بوينت كاتب الكود عليه وبقلب بس واقلب بس عمره ما ترسخ في مخك يعني. يبقى في مش ترسخ ابدا في المخ. يعني مش هتثبت غير لما تتكتب قدامك كده ومصلح حاجه لو نسيتها او بتاع بتبقى زي ده، لان ده الطبيعي. وده اللي موجود في الشركات، احنا في الشركات بنكتب وممكن احنا بنكتب نغلط ننسى حاجه ونظبطها ونكتب ونكتب تاني وننسى حاجه ونظبطها، ده فده الواقع مش الكلام الوهمي يعني.
طيب هنا تطلع 144,000 لان طبعا 12,000 في 12 ده مية طلع 154 ايه؟ 50,000 154,000 يعني في 50,000 زادت لان احنا المفروض 100,000 في 10% تعمل معانا كام؟ 10,000 صح؟ 100,000 في 10% تعمل معاك 10,000 فزادت 10,000 عن الايه؟ عن اللي فوق يعني 100,000 كانت حجم المبيعات وال 10% اللي هي ايه؟ عمولته من الايه؟ من ال 100,000 فطلعت معانا 10% زي ما طلعت 154 مظبوط. عايز تقول ايه؟ عايز اقول افترضنا ان انا عايز اعرض جه بعد كده ان انا عايز اعرض الانوال سالري بتاع السيلز مان من غير كوميشن. قلت له سهله من غير كوميشن دي السهله دي العادي. يعني لو قلت ديف عايز الانوال سالري without commission مثلا يعني مش مشكله خالص ودي سهله لان انا هقول لك الريتيرن سيلف والسالري ضرب 12 صح ولا ايه؟ كده من غير كوميشن ولا انا غلطان؟ ماشي زود ومش انا يعني بيت قلت له انا والسالري انت مكمل وزود كوميشن طلعت من غير كوميشن ها 144,000 صح مظبوط راح يقول له طب انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل لحاجه بقى تاخد بالك منها، انا بقى عندي هنا الفانكشن دي هي الفانكشن حد معترض؟ بالظبط انا كنت هقول لحضرتك هي تيبيكال طبعا هنا عشان احنا بندي مثال ليوضح الفكره فعاملين امر واحد، ده ممكن يكون بيجيب الداتابيز وبيحسب مش عارف ايه ويرجع لنا حد تاني، ممكن يكون اكواد، ممكن يكون شغل مش مجرد سطر فانت محتاج انك تحل المشكله دي. يعني احنا قلنا ان الاوبجكت نازل معناه انك ما تكتبش ما تعيدش نفسك، لازم تعمل ايه؟ كود ريوز، تكتبه مره وتستعيد استخدامه. فبالتالي انا عندي هنا مشكله. هنا بقى احتجت ان انا نادي على الفانكشن بتاعه السوبر كلاس اللي معمول لها اوفر رايدنج. يعني لو في طريقه اقدر اوصل اشغل الفانكشن اللي فوق دي عشان ما اكتبهاش تاني. ما اكتبش اسمها على طول يا دكتور؟ ريتيرن وركر؟ شغل لك دي. صح ما انت عندك الاسم الدبلر اهو. لو جبت هنا انيوال سالري هتشغل اللي فوق، يعني لو جبت هنا انيوال سالري انيوال سيلر هنا غلط يو اي ان لا مظبوط انيوال سيلر از نوت ديفاين فين في مسطح 15 هو ده تقريبا اللي احنا فيه ايوه هو طبعا انا بعرف من هنا تمام ما تكونش واخد بالك سيلف دوت انيوال سيلر الله ما ينفعش اكتب اسم الكلاس كله يا دكتور وركرز على طول قصدك سيلز مان؟ اه لا لا اجيب اللي فوق بقى اجيب اللي فوق الوركر كلاس الاولاني عشان انادي على هي نفسها اللي هي اللي من غير الكوميشن كويس جدا ما اجينا بقول في اسلوبين في اسلوبين بنسال اسلوبين دايما بستخدمهم في الموضوع ده ان انا دلوقتي عندي مشكله ان انا عايز اكول البيرنت كلاس ميثود يعني عايز انادي على ميثود موجوده بس في البيرنت ايه كلاس بس افتر الميثود اوفر رايدنج بعد ما بوظتها
ما لو انا ما بصلهاش هنادي عليها عادي، يعني لو انا ما عملتهاش اوفر رايدنج انا هنادي عليها عادي تمام. لكن انا هنا بقى عندي ايه؟ عندي اول حاجه بستخدم كلمه اسمها سوبر. لما اقول سوبر بوصل بيها للسوبر كلاس تمام. سوبر اوصل بيها للسوبر ايه؟ لما بكتب سوبر وافتح قوس واقفل وبعدين دوت اسم الفانكشن. هو انت كتبت مثال ايه؟ سوبر وافتح قوس واقفل دوت فانكشن نيم كده. انت بتنادي على الفانكشن بس بتاعت مين؟ بتاعت الامر. فبيقول لي الفانكشن بروفايد بتبروفايد فاسيلتي تو كير تقدر توصل للبيرنت كلاس اكسبليسيتلي يعني بشكل صريح بشكل صريح تمام؟ حلو. يبقى انا لو عايز اوصل بشكل صريح للميثود اللي فوق اول طريقه ان انا اقول سوبر وافتح قوس واقفله اقول فانكشن نيم. ده اسلوب. وبالتالي اقدر اوصل للي فوق. طيب في اسلوب ثاني هتكلم عليه وفيهم فرق في ما بينهم فرق. هتكلم عليه ان شاء الله. طب تعال نجرب الاول الاسلوب ده الاول. نتكلم الاسلوب ده الاول. هوقف لكم دي عشان تبقى موجوده معاكم. ولا اعملها في ملف جديد عشان انتوا واخدين بالكم من دي واللي انا هعمله. خليني دي لوحديها ودي اللي هنعمله جديد ده يبقى لوحده. ايه اللي انا عايز اعمله بقى؟ ان انا اقول له مش سيلف بقى، انا كل اللي هغيره بس هنا احنا بنقول ايه؟ ها؟ سوبر. السوبر هنا بقى غير سيلف، خد بالك بقى الفرق ما بين سوبر وما بين سيلف. اعمل سوبر دوت اني ولا سيلف. يا واضح ان انت ده متعرف في البايثون معروفه يعني إيه؟ سوبر بحد بتجيب البتاع بتاعته سوبر كده سوبر احنا اسود يعني في البايثون. وانا سامع صوت بيقطع شويه بس مش عارفه بقول لحضرتك هي واضح يعني سوبر ان هي ميثود موجوده في البايثون. اول ما بتتكتب بيروح يجيب البيرنت على طول. السي موجوده في كل لغات البرمجه مش بس في البايثون. طب عملت ران الاقي ايه اللي حصل؟ اشتغلت المره دي صح. قال لا طلع لي كام 144,000 صح. معناها ان هو شغل الفانكشن بتاعت الاب. لان لما كنا بنعمل دي لما كنا عاملين في المثال اللي قبليها المثال اللي هو احنا اللي هو كان 32 لما كنا قايلين سيلف صح كان بيطلع كام؟ كان بيطلع 154 مع انه المفروض ويزاوت كوميشن. ما كانش قادر يفهم. فالدليل ان احنا غيرنا كلمه ايه؟ سوبر دوت انيوال سالري المره دي بدا يحسب صح. زي ما السوبر بتحسب اللي هي بيضرب في 12 بدون كوميشن وبالتالي طلع 144,000. وبالتالي كده معناه ان انا قدرت استفيد من ان انا اشغل ايه؟ اشغل اللي موجود في السوبر عندي. اللي موجود في الايه؟ في السوبر عندي. وصلت؟ نعم. مهمه جدا. طب دكتور في اقتراح يعني. طب احنا لو عملنا اوبجكت ومن خلال الاوبجكت الوركر كيف عملنا دبليو 1 يساوي وركر واستدعيناه في الريتير بزبط؟ بزبط صح؟ هنا مش فاهم. لا يعني مثلا انت مش انت في الكلاس سيلز مان وعملت ريتيرن سوبر. انا قصدي نعمل بدنا نحن الوركر يعني الفكره تبعتي انه نعمل اوبجكت اوكي وبعدين لما نعمل ريتيرن لهذا الاوبجكت وركر بينفع؟ ينفع بس طبعا ينفع صح؟ كده يعني طولت مش طولت. انت عملت اوبجكت ثاني في الميموري في الميموري صح واشتغلت بيه وما استفدتش من الوراثه. يعني اقصد ايه؟ يعني لو انت عامل نفس الفكره انت بتتكلم عليها في اثنين كلاسز مختلفين بس اوكي مش فيها مشكله. عملت اوبجكت من كلاس تاني واشتغلت عليه ولقيت مفيش مشكله. فانت ما استفدتش من فكره الانهرتنس هنا خالص. قاعد نتكلم هنا في الوراثه وازاي انا بستغل ان هو موجود اصلا. هو اصلا موجود يعني هو لما اجي اقوم السيلز مان فعليا السيلز مان بقى بكل الوركر بكل حاجته موجودين هم كلهم وموجودين دلوقتي في الميموري. اللي انت عملته بقى عملت ايه؟ رحت ضفته تاني في الميموري عشان تعرف تجيب الحاجه اللي انت عايزها. صح مظبوط. لكن احنا هنا بنقول ان الانهرتنس اصلا السيلز مان بكل اللي موجود في الوركر بقى موجود في الميموري. فازاي اوصل بقى ان في فانكشن معمول لها اوفر رايت؟ طب انا عايز اوصل للي قبل الاوفر رايت. فوصلت لها بكلمه ايه؟ سوبر. بقى عندي تو فيرجنز من انوال سالري. انوال سالري بتاعت اللي انا فيه السيلف وانوال سالري بتاعت السوبر اللي فوق. وبقى دي كود ودي ايه كود ايه؟ مختلف. وبقدر كمان اقدر اوصل لدي وقت ما احب واقدر اوصل لدي وقت ما احب. فيبقى عندي ايه؟ فليكسبيلتي اعلى.
تمام؟ واضح. طيب في اسلوب ثاني قلنا، والاسلوب الثاني هيفتح لنا موضوع ثاني مهم. لا مش هنا. دي الاسلوب الثاني، ان انا اكتب اسم البيرنت كلاس وبعديه اسم الميثود اللي انا عايزها، اللي هي الاوفر رايدنج الميثود اللي انا عايزها. تمام؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بستخدم الكلاس نيم، البيرنت كلاس نيم اللي انا عايزه، وبعديها بنادي الميثود بتاعته زي ما زميلتنا قالت في الفكره بتاعتها الاولانيه، ان انا ممكن اعيد نفس الفكره دي، نفس الاكزامبل ده كده، هغير فيه كلمه واحده، ان انا بدل كلمه سوبر هكتب كلمه وركر دوت انيوال سالري، بدل كلمه سيلف هدوس كده في خمسه ضربت مني خلاص. قال لي، قلت له ليه؟ قال لي انت طالما هتنادي بالشكل ده، بس خد بالك الفرق، الحته اللي تاخد بالك منها انا كاتبها لكم في البرزنتيشن، تيجي تداري على بيرن دوت ميثود انت تبعت كلمه سيلف، لاحظوا هنا الايرور. قال لي ايه؟ قال لي انيوال سالري ميسنج وان ريكوايرد بوزيشنال ارجمنت للسيلف. ليه؟ لان هنا السيلف لازم ابعتها، لان هنا لان سيلف تعبر عن الاوبجكت، ولما انا نادي على وركر دوت دوت انيوال سالري هيقول لي فين الاوبجكت اللي هيشغله؟ ما عندي مشكله. لكن لما قلت المره اللي فاتت سوبر ما عملتش كده. ليه؟ لان سوبر معناها ان انا اصلا مقروف في الميموري على طول على نفس الاوبجكت اللي هو مين؟ السيلز. لما اقول له سوبر معناها ان ابو السيلز مان، هو فاهم يعني ايه سيلز مان، والا ما كانش عارف يشوف مين السوبر بتاعه. لكن انت بتنادي مباشر، ان انت بتنادي مين؟ مباشر، فلازم تبعت لي مين هو الاوبجكت وابعته بس سيلف، عادي جدا زي ما احنا شغالين. يبقى لما الاسلوب الثاني لازم ابعت سيلف. تمام؟ انا بنادي على الوركر وانا مين؟ فلازم اقول له مين الاوبجكت اللي شغال. لكن الثانية ما كنتش بقول له مين الاوبجكت اللي شغال، على اساس ان بنادي بكلمه سوبر، وبالتالي هو فاهم مين السوبر بتاع الكلاس اللي انا فيه. فعارف الكلاس اللي انا فيه، وبالتالي عارف الاوبجكت اللي انا فيه. ما عندوش مشكله. اما هنا انت بتنادي مباشره باسم الكلاس، فمضطر مني ان انا اخد اسم ايه الاوبجكت. فلو جيت كده عملت رن بقى المره دي، قدر يجيب لي الميثود صح شغاله بتاعتي، يبقى دي برضه الاسلوب ده اشتغل. استوعبت الاسلوب ده؟ نعم واضح. يعني بشكل نظري، بشكل سطحي، حلوه بشكل سطحي دي، اني بدل كلمه سوبر كميثود ان ريت على وركر وببعت كلمه سيلف، او بالاسلوب الثاني سوبر وما ببعتش كلمه سيلف، بس ده اسلوبين. تمام يا دكتور، واضح كده. بس في فرق جوهري. السوبر بيعمل كولينج من الميموري دايركت، لانه الاوبجكت مفتوح، صح؟ انت برضه نفس الكلام. نفس الكلام. بس في فرق جوهري تاني. ايه هو؟ مكان التكفي السوبر، يعني انتوا بتعملوا لنا ليه بطريقه ثانيه؟ هل في استفاده ولا هي مجرد بس يعني اكثر من طريقه؟ لا، في اختلاف. احنا كده بالنسبه لنا عدينا خلاص فكره الاوفر رايدنج، وازاي اوصل اللي بتعمل لها اوفر رايدنج، واوصل للاوفر رايدنج نفسها، واقدر اغير ما اتنقل ما بينهم. ده كلام المفروض احنا خلاص الحمد لله كده مفيش مشكله. الحته دي هتفرق معانا في حاجه اسمها المالتيبل انهيرتنس، الوراثه المتعدده او تعدد الوراثه. يعني لما يكون السيلز مان وارث من اكتر من واحد، مش هنا وارث من الوركر بس، انا وارث من مين؟ من الوركر بس. لكن لو سيلز مان وارث من اكتر من واحد، هبقى مضطر اشتغل بالاسلوب ده. نعم صحيح. ليه؟ لان هيقول لي سوبر انهم سوبر فيهم؟ ده انت عندك اكتر من سوبر. فلو عندي اكتر من سوبر، الاسلوب بتاع الاولاني مش هينفع. لكن الاسلوب ده هو اللي هينفع. خلينا فاكرين المعلومه دي لغايه لما نوصل ان شاء الله للمالتيبل انهيرتنس، واوريكم مثال ان دي اللي هتنفع الواحد، او هي مفهومه اصلا، هي معروفه. طالما اكتر من سوبر لازم اقول اسم السوبر اللي انا عايزه. لكن لو سوبر واحد بستخدم كلمه سوبر اسهل. تمام؟ في موضوع مهم يخص حاجه اسمها برضو في الوراثه اسمها داتا هايدنج.
لما اكون انا هنا احنا عندنا دي ال دي الاتريبيوتس بتاعتي صح؟ كل كلاس بيعرف الاتريبيوتس بتاعته. لكن انا ممكن طبعا احنا عارفين طبعا ان عندنا طبعا البرايفت والبروتكتد والبابليك اللي هم اصلا فتحوا لنا كل الكلام ده. لما جينا نتكلم على البرايفت قلنا بيتشاف جوه الكلاس بس وما يتشافش جوه اي كلاس ثاني وارث ولا صح؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه خارجيه اللي هو كان بيتعرف بايه؟ اندرسكور اندرسكور. بعد كده قلنا في حاجه اسمها بروتكتد لو تفتكروا. قلنا البروتكتد يتشاف في الكلاس والكلاس اللي وارث منه. ما يتشافش بره كده. ولذلك قلنا دي مش هنعرف نجربها، قلنا ليه مش هنعرف نجربها؟ قلنا لازم لما ناخد اصلا الوراثه. صح؟ عشان اقدر اعرف اللي وارث واللي وارث منه واتحرك ويبقى شايفين بعض ولا لا. صح؟ وازاي اعرف اعمل حاجه عامه ما بين كل الاوبجكتس؟ هو ده موضوعنا اللي انا عايز اتكلم فيه، ازاي اقدر اعرف اعمل البرايفت والبروتكتد وازاي اعمل حاجه ما بين الاوبجكتس تبقى شغاله. تمام؟ وازاي حاجه بتخفي بيانات حاجه ثانيه اللي هي الداتا هايد. بس قبل ما اخش في الموضوع ده يعني اعملها في فيديو ثاني لان انا افصل بعد اذنكم واسيب الفيديو وارجع لكم ثاني يكون حفظنا الفيديو ده ونبدا الموضوع الجديد في الفيديو الجاي المره اللي يعني هناخد مره كمان دلوقتي يعني ولا ما عنديش وقت؟ الله يفضل.